أقدم فتى في 12 من العمر على القيام باقتراف جريمة بحق عائلته الكاملة بواسطة بندقية تعود بالملكية لوالده. في الأثناء كانت دعوات في البصرة من أقارب المجني عليهم للإعلام إلى توخي الدقة. احنا خابرونا ب 11 بالليل ورحنا للبيت، لقينا الطفل ما يعرف هو شنو، حتى مو يعني ما يقدر يحمل سلاح، لأنه هو طفل. وما ادري شلون كان البندقيه هيجي اجت بامه اول مره، وانه بابو وانه بالطفله ثلاث نفرات. والناس هاي تعرف القنوات، هذا يقول متعاطي، هذا يقول شارب، هذا ما ادري شنو. هو مو يم هاي الشغلات كلها، رجال مؤمن، ما نعرف شنو السبب. طفل هو، ما يعني 11 سنه. نعم. لا لا ما لا لا ماكو هيك، لا بالعكس مدللهم دلال، يعني كل جميل، ما عندهم هذا الشيء، لا مثل يعني ضرب ولا ضغط ولا ما ادري شنو، لان كل المهمه منهم حلو. يعني قلت لك انسان فقير كلش يعني مو يم هاي الاشياء. هي شلون الصدمه، يعني طفل لا يم البندقيه، لا يم شغلات مثل وكاحه، لا فد شيء، وطحت بهالمسكين هذا الفقير. الطريق اللي ماشي، احنا نقول انا لله وانا اليه راجعون، ما احنا كل احنا نموت. هذا الحادث اللي صار حادث عرضي بحت، لا اكثر ولا اقل. اللي صار ابن عمره 12 سنة، ابن المتوفي حيدر، جاي يلعب بسلاح، سلاح ابوه طبعا. احنا انتم تعرفون احنا مجتمع عشاري وكل بيت بيه سلاح وكذا، فاللي صار هو يلعب بسلاح، ما اعرف، ما سيطر عليها، ثارا الطلقات وصابن امه وابوه والولد الصغير عمره تقريبا سنتين ونص، سنتين. ابو فاطمه بمكانه توفى، والمره وصلت المستشفى وتوفت، والطفل بمكانه الحمد لله، ونحمد الله ونشكره. اما الاعلام فانا انوه واقول دائما الاعلام خليه يصير نزيه شوي، ينقل الحدث بما هو، لا يتهون الموضوع ويكبر وياخذ اكثر من مساحته. الولد مهذب ومن عائله اللي هو حيدر ابو فاطمه، طبعا يداوم بالبلديه موظف، وزوجته الله يرحمها هي مدرسة. اي احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ننصح كل اخوتنا العشائر، اما داخل العشائر فكل انسان اذا عنده سلاح لا يخليه امام الجهال او الشباب اللي طايشه عندنا. احنا نقول شوف هسه مثل هذا الحادث اللي صار، طفل عمره 12 سنه اللي هو سوى الحادث، قتل عائلته كامله، صحيح ولا؟ احنا ندعي كل اخوتنا كل شيوخنا العشائر اللي موجوده داخل العراق، بصرة، عمارة، ناصرية، عليهم السلاح يتكتر من هاي الشباب الطائشة، لأن احنا شبابنا بعدها ما تعرف الأمور شنو السلاح، والسلاح خطر بالبيت، فدائما احنا نتبعد من هاي الحوادث.